له عنصرين، العنصر المادي هو استعمال وسائل ضغط غير مشروعة تهدد بخطر يسير يحدث كالضرب والتحديد، وهذا ما يسمى الكراهة الحسية. ونوع آخر وهو التهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو بالجسم أو بالمال أو بالعرض أو بالشرف أو بتشبيه السمعة، وهو الإكراه النفسي. إيش معنى مثلا بين الإكراه الحسي والإكراه النفسي؟ الإكراه الحسي يباشر فعلا حط خطر محدد في الشخص نفسه، في مال الشخص، في ماله، في مال الشخص، في شرف اسمه، عرضه بكذا. لكن الإكراه النفسي هو التهديد بالعمل. فلو أن الشخص ضعيف وراء في سن تمام، مراعاة لسنه وظروفه أيضا، سنه، ثقافته، غيره، قد يقع الإكراه على شخص قروي مثلا يؤمن بالسحر، يجي واحد ساحر يقول له إن لم تعطيني مالا سوف أعمل لك سحر، والقروي دائما يؤمن بالشعوذة، فهذا خلاص خاب دائما. هذا يعتبر قد وقع الإكراه، وهذا لما تعرض القضية على القاضي يقول لك السحر مؤثر، يقول لك أيوة يختلف الإكراه شدته وقوته ومدى تأثيره بسبب ظروف المكره وسنه الصغير وجنسه الذكر غير الأنثى، مكانه الليل غير النهار، مدينة غير القرى، الريف غير في الصحراء تمام، الشيبة غير المسموم، الغني غير الفقير، القوي غير الضعيف، وبالتالي يقدر القاضي الإكراه من خلال الظروف المحيطة بشخص الشخص المفروض ويختلف تأثيره. مثلا الشخص الكريم الشاب الذي له مكانة يغتب حتى بإيش؟ بالسبب، فيبدل له إكراه تمام، ليس صاحب المكانة من واحد يسده يشتمه كبير، هو كبير يعني، وبالتالي يقول لك هذا السبيل سأداري المال ولا العرض ولا السلوك، فهو يمثل إكراها بالنسبة له. لكن الرذيل هذا لا يختم إلا بالضرب، ولذلك قال الحر والعبد بالضرب العصا تمام. إذا ما هي شروط الإكراه؟ لكي يتحقق الإكراه لابد أن يكون هذا الإكراه بوسائلها غير مشروعة وغير وجه الحق. طيب هل ممكن يكون في وسائل مشروعة وغرض غير مشروع والعكس؟ ممكن. شوف ما استخدام وسائل مشروعة لغرض مشروع، هل يسمى تهديدا؟ لا. كيف؟ الدائن يهدد بدينه بأن إن لم يقضي بالدين فإنه سيقوم رفض دعوى عليه بالحبس. هل ممكن نقول هذا إكراه؟ وسائل مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهو مفهوم الدين. الثاني وسائل غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع، إفشاء التهديد بإفشاء السر يمس السمعة إذا لم يسدد الدين. الغرض المشروع، لكن الوسيلة رحمك الله. هنا البعض يقول بأنه طالما الغرض مشروع تمام فلا إكراه، لكن البعض الآخر يقول لك لا، لابد أن تكون الوسائل إيش؟ مشروعة، والقانون قد وضع وسائل المطالبة. خليكم معي القانون قد وضع وسائل مشروعة للمطالبة بالحقوق، فلماذا تشبه السمعة؟ الأصل سيادة القانون، احترام القانون تفرض على الإنسان أن يتبع أو يسلك ظروف قانونية للمطالبة بإيش؟ بحقوق. الإضرار العمال من أجل المطالبة بحقوق إيش؟ مشروعة. هل في إكراه؟ لا. لكن لو تضمن الإضرار عنف وتحريم، منع الموظفين من دخول المؤسسة، تعطيل العمل في المؤسسة، يصبح الوسيلة غير مشروع تمام.
بعده استخدام وسائل مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع. مثلا إجهاض إفراز التأجير. تمام؟ استخدام وسائل ها مشروعة. مشروع إجهاض إفراز التأجير شيء مشروع. بس الغرض غير مشروع إذا لم يضف مبلغا يزيد عن الدين المكتوب والمقرر في حساب الدين. هنا الغرض غير مشروع. هنا يكون ايش؟ إكراها. لأنها الغرض غير مشروع. طيب هذا الشرط الأول. إذا ها استخدام وسائل بغير وجه للوصول إلى غرض غير مشروع. الثاني قدرة المكره بمعنى أن يكون الذي يهدي قادر على أن يفعل ذلك. فلو أن شخصا ادعى بأن شخص مقعد هدده بالضرب. معقول؟ مش معقول. شخص مقعد كيف هل يستطيع أنه هذا؟ شخص مشلول. إذا لابد أن يكون المكره أو المكره قادر على تنفيذ ما هدد به. وهذه القدرة تتطلب بعض الشروط. أولا أن يكون الخطر كسينا ومحدقا ويبعث نوع من ايش؟ من الرهبة. تمام؟ حتى ولو من نجاة وضع ايش؟ المكره. اثنين كالساحة كما قلنا. اثنين أن يكون الخطر محددا. تمام؟ فلا يكفي أن يكون عاما. وإذا كانوا هما مثلا مثل أن يتوعدوا بعيني أنا بلوني تمام؟ لكنه لم يبصر ماذا ايش؟ سيقوم ايش به؟ فلا بد أن يكون الخطر أولا كسيما محدقا وأن يكون ايش؟ محددا وليس عاما. والمحدق قد يكون واقع في وقته في ذات اللحظة أو وشيك الوقوف. والمعول في الإكراه هو ما يبعثه الإكراه في نفسنا. فلو أن الظروف تصور له أن الإكراه سوف يقع فيه ماذا؟ لا وأنه ضعيف شخص ما يتحمل. تمام؟ أنهى وأمام هذه الظروف قد تكون توهمات مثلا. قد يقول أنا بأثر فلان أو أثر كذا أو كذا بشيء. تمام؟ فينسى ويخاف. تمام؟ وتنبعث في نفسه الرهبة فيقدم على ايش؟ العمل. تمام؟ أن يقع الفعل المكره أو المكره عليه على جسم المكره أو ماله أو عرضه أو زوجه أو ابنه أو شخص عزيزه. كلاهما ايش؟ المهم ايش؟ يكون في شدة علامته بمن يعز سوف ايش؟ نعم تنبعث في نفسه الرهبة ويقدم على التحرك وتقاس بسامة الرهبة تمام وقوتها بمعيار شخصي ينظر فيه إلى ها جنس من وقع عليه الإكراه ذكر أو أنثى سنه شاب ولا صغير تمام حالته الاجتماعية كبيرة القلب المركزي الاجتماعي أو رضيع حالته الصحية أيضا تمام كما قلنا في الشريف يكتب بكلام خشن أما الرديء أحتاج إلى إيش؟ إيش ضرر. طيب السؤال الأخير ما حكم مجرد الشوكة والنفوذ الأدبي؟ علامة الزوج الزوجية علامة الرئيس المركزي علامة الموظف بموظف قالوا مجرد النفوذ ليس يعد إكراه إلا إذا ارتبط بغرض غير مشروع. فمثلا الزوج يهدد زوجته يقول لها مثلا إن لم تكتبي لي مثلا تهديني شيئا من مالي أو تتنازلي عن مهرك سوف يتزوج عليها أو يطلقها. غلط إيش؟ غير مشروع. وهنا إذا كتبت له تفكر من أجل أن تخرج منه فهنا ها يبقى العقد كما هو عليه.
طالما علاقة الزوجية لا زالت قائمة قائمة، وهذا يسمى الأثر الواقع، بمعنى المدة المطلوب إبطال العقد الإجراء عليها تقف وقف. ليش؟ ليكون النقود والعلاقة، وهي ما وهبته إلا من أجل استدامة العلاقة. فلو طلقها هو يفهم مطلوب. لماذا المرأة ذهب زوجها مالا؟ من أجل تؤلف قرضه تكسبه من أجل استدامة العلاقة. إيش؟ وهذا القاضي يستشفها من الظروف. طيب الجهة التي صدر فيها الإكرام من أين يصدر؟ من المتعاقد الآخر وهو المكره. وهنا لابد أن تتحقق الشروط، وسائل المشروعة تبعث رهبة في الناس تدفعهم إلى القوة بعقد لا يحقق الرضا. ما هو العقد الذي لا يحقق الرضا؟ غاب فاحش، بمعنى أنه قد يبيع الشيء بأقل من قيمته. بالعكس، قد يهدد شخص آخر بأن يشتري شيئا أكثر من قيمته، فيكون البائع مكرها والمشتري مكرها. أي من أضاع عليه الإكرام. فالإكرام قد يأتي من البائع وقد يأتي من إيش؟ من المشتري. من المشتري. قد يأتي من الزوج وقد يأتي من إيش؟ من الزوج أيضا. طيب هل ممكن أن يأتي الإكرام من شخص ثالث؟ ممكن. مثلا واحدة يهدد واحد تقول له إذا ما تيجي كذا وجدت صورك. وهنا لا يستطيع من وقع وحية الإكراه أن يقوم بإبطال أو يطالب بإبطال إلا إذا أثبت شرط الانتصار. إيش معنى؟ الذي وقع وحية الإكراه بأن الإكراه كان من فلان وهو يعمل بصالح. يعمل بصالح إيش؟ فلو في واحد من المرافقين لا قام معتدى عليه، ايش يكون؟ ايش يجيب الدين؟ الامور مضطرها، بس هل القرار يستفاد منه؟ كيف لا يعني؟ لان صنع الاكراه بيع فين؟ لمصلحتنا. بالاخير من المستفيد من الاكراه؟ الشيخ. ايش الموضوع اصلا؟ بس ما يقدرش الشيخ والذي نفذ الاكراه ايش من الصور التي لا ابتدناها ولا انكشفها. طيب حكم الاكراه، الاكراه لا يؤثر الاكراه في نقود العقد، فهو اصلا موجود في تقدير في اراده في عقد مكتوب في شيء وقع عليه، لكنه يؤثر الاكراه على مفاده. بمعنى يكون عقد الاكراه موقوف، موقوف على ماذا؟ موقف على أي كسب؟ بعد زوال إذا سال الإكراه أصبح في منع عن الرهبة وتخلص من الرهبة. هنا في هذه الحالة هو بالخيار، إما أن يطلب إبطال العقد أو يجيز العقد مع المطالبة بالتعويض. مع المطالبة بالتعويض إذا حدث منه الأسباب. طيب صورة إيجابية، كيف يجيز العقد؟ قد تكون صراحة خلاص أجزت العقد. تمام؟ إجازة. وقد يكون ضمنيا، كيف؟ يقوم بتبديل العقد بعد زواج ايش؟ لو طلقت سكتت ما تعرفش شكلها. طيب أيضا بعد تبديل العقد، مثلا لو واحد باع وراضي بغرض تحت الإجراء. تمام؟ أو أن المشتري اشترى تحت الإجراء شيئا اكبر من ثمنه فلو قام
المشتري بالتصرف به للغير؟ تعرف مثابة الإجازة الضمنية. تعرف مثابة الإجازة الضمنية. كيف يتم إثبات الإجراء؟ من كل طرق الإثبات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال إثبات الإجراء. لماذا؟ لأنه واقعة مادية ووسائل غير مشروعة. وبالتالي يمكن إثباتها بكافة الوسائل. الإثبات بشهادة الشهود. بالكتابة. بالقرائن. تسجيل صوتي. بالمعائن. كل ده أيضا بكل طرق إيش؟ الإثبات. خلصنا الآن من الإكرام. كما خرجتم من المرتب. كما خرجنا عشرات. أورس. طرق. طيب ننتقل الآن إلى التدريس. تمام. المصحوب بتدريب في مادة 81 تقول لا تأثير للغفل على صحة العقد من المال العاقل ما لم يكن فاحشا ومصحوب بتدريب. هنا اشترط أن يكون إيش؟ أن يكون الغالب مصحوبا بإيش؟ بالتدريب. ما هو التدريب؟ هو نفس التدريس. التدريب لفظ مشاع في الفقه الإسلامي. التدريس لفظ مشاع في القانون. وما هو التدريس؟ هو قلنا استخدام وسائل احتيالية غير مشروعة بهدف تضليل المتعاقد من أجل إيش؟ الوصول إلى غرض إيش؟ غير مشروع. غير مشروع. نظم المشرع اليمني القرن المصحوب بتغريب في المادة 101 في المادة 181 بينما نظم التدريس مستقلا في المادة 179 من القانون المدني ايش؟ اليمني. وكان الأحرى بالقانون اليمني حتى لا يدخل في مداهة النقد أن ينظم ويجمع التدريس المصحوب كما فعل الشارع ايش؟ طيب ما الفرق بين التدريب والضرب؟ التدريب او التدريس والضرب؟ والضرب التدريس وسائل يدخل اثباته. الضرب وهم لكن تلقائي يصعب اثباته. طيب تعريف التدريب ما هو التدريب؟ خداع وسائل ايش؟ خداع. وهو ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتياليه. خليكم معي. بوسائل احتياليه قويه او فعليه تحمل على الرضا بما لم يكن ليرضى به او القبول به لو تبين حقيقه ما اقدم عليه. انواع التغيير فعلي. ايش معنى فعلي؟ القيام بافعال تظهر المعقول عليه على غير حقيقته. وكما قلنا في بيع المصراف ذكرها المصراف اطراح يربطها عند الثلاث ايام اربع ايام اسبوع على اساس ايش؟ ينتبه طرعها الذي يشتريها وهو يعمل بها ايش؟ بقره حلو صبغ الثور تغيير طراء السيارة تغيير عداد المسافات وتصفيرها هذا من الوسائل الفعلية. هناك وسائل قولية تغيير وسائل قولية يعطى بيانات كاذبة في السلعة تمام؟ قلناها ممنوع كذا وقلنا يثبت بعد ذلك انها غير مواصفة تمام؟ ما هي عناصر وشروط إذلال التدريس أو التدريب المصدر قبل إيش؟ فاحش. طرق نفسية. أولاً استخدم وسائل وطرق احتيالية وهذا يمثل العنصر المادي للتأثير على الشخص. ليش؟ لحمله على القبول بعقد ينطوي على قبل فاحش. شوفونا؟ بمعنى أن التدريس عبارة عن تنكر بشرف التعاون يسمن الوسيلة والغاية. ما هي الوسيلة؟ طرق احتيالية. والغاية؟ غرض مشروع والحصول على قبل باطل غير مبرر.
الجسامه